أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج صحتكم أمانة. طبعا الله سبحانه وتعالى ميز بني آدم بعقل حسب أنه يفكر في أمور حياته. هذا التفكير ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي، والتفكير الإيجابي يكون عن طريق توقع الأشياء الجيدة دائما والابتعاد عن الأشياء السيئة. بطبيعة الحال فإن التفكير الإيجابي ينعكس بالسعادة على الإنسان ويحسن حالته الصحية سواء العقلية أو الجسدية. واليوم بنتعرف أكثر على التفكير الإيجابي وكيف ممكن الإنسان يغير طريقة تفكيره، وبنعرف شو هو التأثير اللي سبب التفكير الإيجابي على صحة الإنسان. وبنرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة حنان السماك الكاتبة والمدربة أو مدربة التنمية البشرية. أستاذة حنان نرحب فيك. طبعا كاتبة ومدربة، نبقى نفكر بطريقة إيجابية. دائما نحن نتحدث عن التفكير الإيجابي، نتحدث عن التفكير السلبي وأثر التفكير الإيجابي في حياتنا وفي ممارساتنا وفي سلوكنا اليومي وكذلك سلوكنا المستقبلي، والعكس صحيح. نعم. شو التفكير الإيجابي؟ نعم، شكرا دكتور علي على هذه الاستضافة. وطبعا لا شك بأن في أشخاص يوم يسمعون الإيجابية أو التفكير الإيجابي يعني معناته هذا الإنسان عايش حياته دائما مرتاح، دائما متفائل، دائما عنده كل شيء ماشي صح. ولكن التفكير الإيجابي من الاسم هو طريقة وأسلوب تفكير مبني على التفاؤل، مبني على توقع النتائج الإيجابية. وصار لي 6 سنوات في هذا المجال التدريبي، قريت وايد كتب، قريت وايد أبحاث، صار عندي مفهومي الخاص بالتفكير الإيجابي وهو اختيارك لتبني المشاعر الإيجابية. أنت تختار تتبنى مشاعر الأمل، الحب، الامتنان، الإرادة، القوة الذهنية، أنت تختار هذه المشاعر. ومجرد أن أنت اخترت هذا لا يعني أن أنت ما راح تتعرض لمشاكل. فهني تحليك بالمرونة العقلية اللي تخليك ترد تنهض من أول جديد بغض النظر عن المعيقات في حياتك، وبالتالي إيمانك أن كل شيء يصير لك هو خير من عند الله سبحانه وتعالى. إذا شو التحديات؟ يعني شوف الإنسان دائما، أنت ذكرتي أستاذة أن الإنسان مو بشرط، يعني أنت لما يفكر إيجابي مو معناته أنه 100% هو سعيد ويمر في حياة، يعني خلنا نقول نحن حياة خالية من المشاكل، ولكن لابد في تحديات كثيرة في حياة الإنسان، لأن الحياة تروح، الحياة ما ترجع، والحياة ما توقف. يعني دائما نحن نقول الحياة ما توقف وما تنتظر حد، الحياة مستمرة، الزمن يمشي، الزمن ما يرجع. حاولوا العلماء بقدر المستطاع أنهم يعودون بالزمن إلى الوراء، ما حد قدر لين يومك أنه يعود بالزمن إلى الوراء إلا في الحلم وأنا نايم. لكن صحيح. إذا أنا صاحي الزمن ما يرجع، في تفكيري ممكن يرجع، لكن في الواقع نشوف الزمن رايح باتجاه واحد للأمام. زين، الحين نحن هذا التحديات، كيف يواجه التحديات؟ نعم. هذا الإنسان واحد عليه مشاكل، كيف أقول له تفكر إيجابي؟ واحد يعاني مثلا، عنده مشاكل مع مديرة، عنده مشاكل مع زوجته، عنده مشاكل مع والدينا، عنده مشاكل في محيطه الكامل، أقول أفكر إيجابي كيف؟ لا، هو مو بالأمر السهل، وهو أصلا أسوأ شيء ممكن تقدمه حق شخص أو تنصحه يوم يكون توه متعرض لانفصال أو توه صارت له مشكلة وتقول له خليك إيجابي. بالعكس راح تصير في ردة فعل عكسية وراح يدقق ويركز على المشكلة. فالتفكير الإيجابي هو عضلة أنت تمرنها، مثل ما أنت تروح الجيم. الشخص اللي يروح الجيم مرة في الشهر غير اللي يروح مرتين كل يوم في الشهر، فأكيد جسمه راح يتحول وراح يصير بشكل مختلف. فهي بالتحلي، بالمرونة، بالممارسة والتدريب على التفكير الإيجابي. ممكن تعطينا أمثلة؟ أوكي. أصلاً ليش إحنا دائماً نركز على الأمور السلبية؟ يعني عادي إحنا نتفاعل مع الأخبار السلبية، عادي إحنا يلي مثلاً 3 كومنتات اليوم وتعليقات إيجابية، لكن في شخص ما أثنى على عملي أركز على هذا الأمر. عادي جداً أن أبنائك عندهم كل شيء بالتسعينات بس تشوف الدرجة اللي بالسبعينات. فإحنا بطبيعتنا كبشر على حسب المنظور التطوري إحنا تبرمجنا على التحيز السلبية، يسمون هذا المصطلح نيجاتيفيتي بايس. فأنا دائما أنظر للأمور السلبية. ليش؟ لأن البشر قبل كانوا يبقون على قيد الحياة، كانوا في السيرفايفل مود، في الستريس ريسبونس، اللي أنا أهرب يعني أنا هاجم. فالشخص اللي كان دائما ينسجم مع الخطر والتهديد وأي أمر يشر التهديد كان ينجو. علشان كذي احنا ورثنا هذه الامور، لكن احنا صعب جدا ان انا اعيش فقط على الاسترس، صعب جدا ان انا اعيش بس حامي نفسي واخاف ان يصير لي مشكله او تصير لي موقف معين. فهي بالمرونه، بالتمرين، بالممارسه راح اقدر انا اتحلى بهذا التفكير الايجابي. في طرق طبعا عديده جدا. علمينا الطرق. اول طريقه، الانسان يمارس الامتنان. الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. والعلم الحديث يطبق مفاهيم ديننا الحنيف وبالعكس يعززها أكثر. العلماء يقولون بأن كل ما الإنسان كتب 3 أمور وهو ممتن لها في حياته قبل ما ينام أو أول ما يصحى الصبح، كل ما قدر أنه يركز على هذه الأمور. ليش؟ لأن احنا مبرمجين على نشوف الأشياء السلبية. فلما أنت تكتب الأمور الإيجابية أنت قاعد تدرب عقلك وتجبره أنه ترى صح أنا متعرض للانفصال بس أنا عندي فلوس، صح أنا ما عندي فلوس بس أنا عندي صحة وعافية.
صح أنا ما عندي صحة وعافية لكن عندي أمن وأمان، فأنت بهذه الطريقة راح تركز على الأمور المتواجدة في حياتك غير الأمور الغير متواجدة في حياتك. زين، أنت ذكرتي حاجة سلبية، طبعا دائما نحن المراحل الزمنية في شيء اسمه ماضي، في شيء اسمه حاضر، في شيء اسمه مستقبل. نعم. مثل ما تفضلتي هي تجارب سابقة، يعني الإنسان دائما يحب السلبية ويعيش على تجارب السابقة، يعني شو اللي مر فيها من تجارب سلبية ينقل المشاعر والأحاسيس السلبية اللي تأثر فيها وينقلها إلى ما يعيش الحاضر، ينقلها إلى نتائج المستقبل. صدقت. الحاضر دائما يمكن أنا كررتها في حلقات سابقة إلها طبعا اليوم أنا في حاضري اليوم، الموارد مختلفة، الوقت مختلف، أنا كبرت أكثر، عقلي كبر أكثر. فكيف ممكن تفيدينا أستاذة عساس؟ أنا الحين أستاذة حنان. نعم. في الحاضر كيف يعني أنا بالنسبة لي أستغل الحاضر. جميل. وأبني إلى المستقبل على ضوء تجاربي السابقة في الماضي. أنت بروحك السؤال اللي أنت سألته دكتور هو نفس الجواب، لأن الحين في شيء يسمونه اليقظة الذهنية أو الانتباه للحظة، إن أنا أعيش اللحظة أصلاً. فلما أنا تيلي مشاعر سلبية شيء يصير دائماً في أغلب الناس اللي أنا أتعامل معاهم يحاولون قدر الإمكان لا 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 خلاص براية، ما يفكرون في المشكلة، ما يفكرون في التحدي، لا إن شاء الله خير، لا الأمور طيبة، لا المهم إن أنت تستشعر هذه المشاعر السلبية، ترحب فيها، أوكي يط هذه الشعور السلبي وصل، يا هلا مرحبا، الحين أنا قاعد أفكر إن أنا قاعد أسوء الظن في شخص أنا أرسلت له على الواتساب وما رد علي مثلاً، أو قاعد أفكر إن أنا مو كفو لهذه الوظيفة، أو أنا قاعد أفكر إن أنا ما أستحق النجاح أو السعادة، فأنا أراقب هذه الأفكار، أحللها، أشوف شو هي جذورها، من وين جت؟ هل من أمي وأبوي؟ هل من مشكلة معينة، تراما أنا ما عالجتها في الماضي، انفصال معين، فشل في أمور مادية معينة؟ فأبدأ أحلل هذه الأمور وأسأل نفسي شو هو المجال اللي يحتاج إلى تطوير؟ هل هو المجال النفسي؟ هل أنا أعصب بسرعة؟ هل أنا ردة فعلي جدا عصبية؟ مجال مثلا الاجتماعي، هل أنا تعاملي مع الآخرين بسرعة أنفعل مثلا؟ المجال المهني، هل أنا أحتاج أقول لا؟ أضع حدود اجتماعية بيني وبين الآخرين، بيني وبين زملائي، فما ينفع أنا أقول فقط خلاص بيكون إنسان إيجابي. أحلل الوضع. لازم أعرف أكون إيجابي في أي موقف وفي أي مجال، وكيف أعرف في أي مجال إذا أنا ما رح أستمع لأفكاري ورح أتم أطوف وأطوف وأطوف وأكتم هذه المشاعر، يوم الأيام حد يقول لي كلمة بسيطة رح انفجر. ليش؟ أنا متراكمة عندي هذه المشاعر. فالانتباه للحظة الحالية جدا مهم في تحليل هذه الأفكار. زين، في أحيانا أنا مثلا عايش في مكان، نعم، أنا إيجابي لكن اللي عايش معاه سلبي، دائما سلبي. النقطة الأولى، هل بالفعل السلبية هي تعدي؟ يعني مثلا أنا ممكن أنعدي وأصبح من شخص إيجابي إلى سلبي، وإذا أنا شخص إيجابي أبغي أحمي نفسي، كيف أحمي نفسي من الشخص السلبي؟ والله هذه أمور مو بسهلة، علشان أحب بس نوضح، لكن الصعب ما له علاقة بالمستحيل، فتحتاج شوية براكتس وممارسة، بالأخص إذا هذا الإنسان كان قريب لك في حياتك، زوج، زوجة، أم، أب، فإحنا بنحاول قدر الإمكان نأدي الواجب اللي علينا، لكن ما نقضي ساعات طويلة معاهم، ولما نبي نقضي ساعات طويلة معاهم أنا أكون أوريدي قايل حق نفسي إن أنا احتمال الحين أتأثر، احتمال الحين يقول كلمة ينرفزني، احتمال يقول شيء عن أحلامي مثلاً، فأنا كنا أنا مستعد، عندي الأسلحة العلمية وعندي المهارات إن أنا أوردي خلاص عندي درع، عارف إن هذا الإنسان رح مثلاً يستهزئ أو رح ينتقد عمل معين، فأنا ما شارك هذا العمل لأن أنا عارف شنو رح تكون ردة فعله، أو إذا شاركته على الأقل أنا أكون متوقع، مو أنا مستانس يا مثلاً أشارك فرحة وأشوف هذا الإنسان انتقدني وأقول يا أخي ليش ينتقدني، زي أنا من البداية ما كنت مستعد. وبنفس الوقت مهم أني أنا أخلق لي أجواء إيجابية، أختلط مع ناس إيجابيين بغض النظر عن الأهل اللي أنا عندي وسلبيين، تكون عندي دائما دائرة أنا أشاركهم هذه. برجع لك في شيء لما قلت لي أشاركهم، طبعا تفضلت الأستاذة حنان، وللتفكير الإيجابي فوائد كثيرة على صحة الإنسان الجسدية والنفسية، وأيضا على تعامله مع المجتمع وطريقة حياته ووصوله إلى أهدافه. شو هي هذه الفوائد وكيف يكون الإيجابيون متميزين؟
طبعا قبل العرض استاذتنا الفاضله انا قلت لك انت ذكرتي شيء اتجنب الشخص زين اذا هذا الشخص عايش معي في البيت صعب اني انا اتجنبه طبعا ولكن شو انا اللي أسوي؟ اقدر اختصر قعدتي معه او اقدر انا اكون وايد انسان ايجابي طاقتي تاثر علي فليش دائما اخلي الناس هم اللي ياثرون علي مثلا في شخص قاعد يتكلم عن يتذمر والله ما حصلت باركينج في المول الفلاني والله كذي كذي صار في الدوام زين تخيلوا اليوم شو صار لي انا في الدوام انا اشارك تجربتي ليش دائما اكون دور الضحيه واقول ليش الناس تاثر علي وليش الناس هي اللي تبدا انا اكون شخص عندي قوه كبيره تاثر على الاخرين وبالعكس انا اقدر احول من ضيقته الى ابتسامه يبدا هو يشاركني الحديث اسلوب التفكير مهم جدا يعني كثير من الكتاب كتبوا عن مسألة أثر الفكرة نفسها وكيف أفكرها على جسدي وعلى صحتي وعلى أمور كثيرة وسرعة التفكير لأن الفكرة هي لها سرعة سريعة جدا إذا تكلمنا نحن عن مسألة أوتو سجستشن في شيء أوتو وهترو الأوتو أنا أقنع نفسي أوتوماتيكيا بالشيء السلبي أنا ما أنفع أنا ما أصلح وأحيانا يكون تفكير خارجي الهترو حد ثاني ييني يقول ترى شفت أنت ما تنفع أروح أقنع نفسي مرة ثانية شفت أنا ما أنفع فأنا أعدت وأكدت مرة ثانية أني أنا ما أنفع فجسمي يستجيب إلى الفكرة اللي أنا فكرت فيها صحيح أستاذتنا الفاضلة الحين أنا كيف ممكن أنقل التفكير الإيجابي من تفكير إلى ممارسة والممارسة هذه سواء في محيط أسرة أو في محيط عمل أو في المجتمع بحيث أنه يبقى أثر إيجابي على المجتمع نعم جميل دكتور طبعا هو التفكير بروحه رح ينتقل لممارسات من دون ما أنا أقصد أو إذا أنا قصدت ليش؟ لأن الفكرة تتحول لشعور الشعور يتحول لسلوك تصرفات وهذه التصرفات تتحول لنتائج وبالتالي الطريقة اللي أنا عايش عليها فإذا أنا أفكر بطريقة إيجابية لا إرادي أنا راح أبتسم مع زملائي في العمل بقول السلام عليكم أو راح أرد السلام نستغرب أحيانا في بعض الأقسام تقول سلام عليكم ما حد يرد فإذا أنا أفكر بطريقة إيجابية أنا راح أحط في بالي أنا جاي الدوام ومحتسب الأجر بسلم على الناس عندي زميل في العمل مثلا أو زميلة في العمل بروح أنا أجيب كوفي تبين كوفي فسلوكي صار مساعدة الآخرين الابتسامة أمدح شخص مثلا والله عبايته حلوة ما شاء الله عبايتك حلوة اليوم فكلماتي تكون طيبة التقرير اللي أنا أسويه يكون صح في إخلاص في العمل فهذه كلها سلوكيات مديري لما يطلب شيء أنا طبعا اسمع الكلام واقول له كذا كذا واساله ونتحاور بشكل ايجابي في غرفه الاجتماع شخص مثلا قال كلمه مو بشرط انا على طول انتقد هذه الفكره الابداعيه اقدر اتحاور اسمع اشوف واذا انا ما عندي افكار ابداعيه انتظر لما هو الشخص يخلص ما اكون انا هذه الطاقه السلبيه اللي دائما اعترض على الافكار وامسح كل احلام الناس او ممكن عندهم افكار جميله فهذه هي بعض التصرفات اللي في بيئه العمل اذا بيئه العمل هني بس سؤال ثاني بعد اذا انا مثلا عندي فكرة أو مثلا أنا إيجابي بطبعي لكن اللي يعلوني هو مثلا سلبي في تفكيره لكن عنده السلطة أنه يعني يأثر علي أنا فكيف أنا ممكن أتعامل مع الشخص هذا؟ تعرف شلون هو طبع كيف؟ هل هو سمعي؟ هل هو حسي؟ هل هو بصري؟ ممكن هو من الأشخاص البصريين فأنت تخيل قاعد تكلمه نص ساعة عن مشروعك من دون ما توري سلايدات من دون ما توري صور من دون وتوري الرؤية لمشروعك فهو يحتاج يشوف بيكتشرز يحتاج يشوف أرقام مثلا إذا في شخص سمعي يحتاج يسمع قصة يحتاج يسمع أمر معين عن تجربتك الخاصة أنا كإنسان عادي كيف أقدر أميز أن هذا بصري أم سمعي أم حسي كيف أقدر أنا الواحد اللي يشتغل في بيئة عمل ويطول على الأقل لو 3-4 شهور راح تعرف والله مديري أنا شي يحب لما أنا أعطيه سلايدات لا خلاص براية شو عندكم أوكي معناته ما يحب هذه الأمور يحب يسمع فأنا أكلمه إذا مثلا تكلمت وايد ما يقول أوكي خلاص راوني شو عندكم أوكي معناته هو يحب نوري يعني يحب الصور هذه طريقة الإنسان الواعي اللي يحق أي عمل بوعي رح يدرك الأمور اللي حوله علشان كذي أصلا الإنسان إيجابي دائما يفتح ويوسع مداركه غير الإنسان السلبي اللي دائما تفكيره في بوكس حتى تيلة فرص جميلة ما يشوفها لأن تفكيره دائما في مشكلة دائما متشائم دائما لا ما يستوي كل شيء لا مستحيل هذه الطريقة زين انتقلنا الحين من مفهوم من بيئة العمل إلى الأسرة الأسرة طبعا نفس الشيء في الأسرة لما أنا هي رب الأسرة أو الأم أداري عيالي أسلم عليهم أشوف شنو محتاجين أتعاطف معاهم مصطلح يسمونه الإمباثي أو العطف لما أنا أحس في مشاكلهم مو لما أنا أقول أوه الله يعينك أوه مسكينة أنت مريضة سلامات لا أنا أستمع لبنتي إذا عندها مشكلة معينة أحاول أكون الصديقة لبنائي مثلا من ناحية التعامل مع الأزواج نفس الطريقة شنو هو محتاج أسوي شيء لي يسعده مو شيء لي أنا يسعدني مشاكل تصير وخلافات بسبب أنا أسوي لي أنا يعجبني بالنهاية أنت تبغى تسعد هذا الإنسان تبي تعرف طبعه فتسوي له الأشياء اللي هو يحبها نعم. نفس الشيء مع الترتيب مع التنظيف مع كل هذه الأمور تحاول قدر الإمكان تفكيرك يكون موجه لي
السلوكيات أو التصرفات. وكيف أضمن أن يعني الحياة تكاملية في محيط الأسرة حتى العمل نحن الحياة تكاملية بين الأفراد اللي موجودين في مؤسسة واحدة، ماشي مؤسسة تخلو من المشاكل ولا في أسرة تخلو من المشاكل فيها. فأنا على أساس أني أضمن التكامل هذا اللي موجود، لأنه نحن نتكلم عن ميزان، في ميزان نتكلم الخير وميزان الشر، ميزان الأشياء الحلوة ميزان الأشياء السيئة، فلازم أنا أوزن الأمور. فكيف أضمن المنظومة التكاملية في المحيطين قبل ما أرجع وأقول أتكلم عن المجتمع؟ فهم قصدك دكتور، ما نقدر نضمن إذا أنا اليوم عندي مهارات وقاعد أفكر بطريقة إيجابية وياي سامع خبر حلو في الدوام، ونفترض مثلا زوجي جاي سامع خبر مو بوكي كان يبي يترقى صار له 3 سنوات ما حصل على هالترقية، فأنا ما أضمن أن اليوم مزاجي راح يكون جيد مثل مزاجي، لكن أنا أوريدي مكتسبة مهارات كافية تخليني أتعامل مع هذا الأمر. فالإنسان ما يضمن، إذا الحين أنا إنسانة إيجابية، الحين أنا قاعدة معك دكتور علي، أطلع الحين أسمع خبر مثلا في التليفون أنه وفاة حد من بعيد الشر حد من أصدقائي، I can't guarantee مجرد أن أنا الحين إيجابية ما رح يصير لي مشاكل، لكن هنيتي المرونة، هني قوتي، هل أنا رح أقدر أرد أنهض من أول يد ولا رح أكتئب وأعيش سنة كاملة اكتئاب وأروح وأخذ أدوية مثلا وغيرها؟ طبعا ما نقلل من احترام الأشخاص اللي يمرون في هالأمور، كلنا معرضين لاكتئاب حتى الإنسان الإيجابي، لأن إحنا بشر، صح، إحنا فكر لكن في مشاعر، في جسد مشاعر قاعد نتعامل مع أمور في الحياة صعبة، فنحتاج نكون أقوياء ونتسلح في مهارات ونحاول نعرف متى نستخدم هالمهارة، متى نستخدم هالمهارة، وكيف نعرف متى نستخدم يوم نكون إكويبت. الثقافة، الإنسان اللي يعلم نفسه هو دائما نحن نقول في علم وفي خبرة. الخبرة هذه ما بكتسبها، طبعا أنا محتاج علم بعدين محتاج وقت ممارسة على أساس أصل إلى الخبرة. صح. فلما بصل إلى الخبرة والخبرة ممزوجة بالعلم هني أعرف أتعامل مع المواقف المختلفة. صحيح. وذكرت الأستاذة حنان طبعا، ولأن التفكير الإيجابي مهم جدا في حياة الإنسان، يجب على كل شخص أن يسعى بجد أو طبعا واجتهاد حتى يصبح إيجابي في تفكيره وطريقة تعامله مع المجتمع، ولكن كيف يمكن للشخص أن يكتسب الإيجابية في التفكير؟ أستاذة حنان، الحين نوصل طبعا ونبغى نتكلم كيف كل إنسان ممكن يكون فاعل في المجتمع في ظل التحديات اللي موجودة، في ظل التقنيات اللي موجودة. أنا أبغى أكون شخص له أثر إيجابي في المجتمع وممكن أغير من التفكير أو تفكير البشر وأقول لهم شو يسوون بحيث أن نحن كلنا نتلاحم ونتكاتف نحو الإيجابية والسلام. جميل. في البداية حلو أن الإنسان ما يعني يشوف ان اي عمل يسويه كشيء عادي، لان كلمه واحده انت تنشرها على السوشيال ميديا، صوره معينه، حكمه معينه، ممكن تغير مزاج شخص قاعد يعاني فتره طويله، ممكن تنشر صوره، ممكن حتى
تكفي الأذى مثلا، في أشخاص قاعد ينشرون مقاطع فيها إشاعات، فيها أخبار عن ممثلين، لا ترد تنشر هذه الأمور السلبية لأن الناس تتفاعل مع هذه الأمور السلبية. فكون فرد فعال في المجتمع، لا تقلل من قيمة أي عمل تسويه لأن احتمال كبير يكون له أثر إيجابي على كل حد يتابعك، على كل حد يشوفك، سواء كان على الواتساب، سواء تليجرام، قنوات التواصل الاجتماعي بشكل عام. فخلك فعال، يعني أقصد وأنوي أن أنا اليوم بحط هالصورة علشان يمكن شخص يستفيد، حتى لو ما كنت أنت مدرب في التنمية البشرية. لأن أنا استغرب في بعض الأشخاص كانوا يقولون الحين كل حد يتكلم عن السعادة، زين هالشيء زين، هذا الشيء خير، تبون كل حد يتكلم عن السلبية؟ بالعكس، أصبح الموضوع عدوى. فالله يكثرهم إن شاء الله، والله يزيدهم، وكل حد إن شاء الله يتكلم عن السعادة. أستاذة حنان السماك، شكرا جزيلا. كنتي طبعا مفعمة بالإيجابية وعطيتينا الله يحفظك النصائح اللازمة، ونتمنى الكل طبعا يلتزم بهاي النصائح لأنها بالفعل بتفيده. أعزائي المشاهدين، باسمكم طبعا نحن نشكر الأستاذة حنان السماك. بالفعل الله سبحانه وتعالى وهبنا العقل، فبالتالي لنا دور في المجتمع أن نحن نستغل عقولنا ونبني لي مستقبلنا بالإيجابية، لأن السلبية هي مدمرة للنفس ومدمرة للجسد ومدمرة للمجتمع. فمنا ومن صحتكم أمانة، نتمنى لكم كل حياة أو حياة سعيدة بالإيجابية، وتابعونا في الحلقات.